ريتا صبية أثيوبية تعرفت على عبده شاب بيشتغل بلبنان، انغرموا وتجوزوا. عبده هوايته العزف على الأورك، تحدى زوجته يلي بحياتها ما كانت تفكر تغني. قلت له إذا بتشرطي إنه إذا هلأ أنا نزلت لك فيديو رح يضرب، يعني أنا قلت له هيك، قالت لا، من قديه لقديه 100,000 بالمزح يعني. تحديها إذا فيها تجيب على تيك توك أكثر من 100,000 مشاهدة. نجحت ريتا بالتحدي وسجلت 600,000 مشاهدة على الفيديو اللي غنت فيه، وهيك بلش المشوار مع ريتا وعبدو على تيك توك. فيو في أنا بالمليون ونص، هلا تقريبا بدي فوت مليونين يعني. واحد فيديو في كتير كله بنزلهم بدور. أنا بالسوبر ماركت راحت قبل شي يومين قالوا لي تاين نتصوروا هيك، أنا هربت. هلا صارت ستار ريتا عبدو، وصار عندهم جمهور عريض بينطرن وبينطر يسمع ريتا عم بتغني بهضامة أثيوبي على عربي. علي مزاجي علي متنشتك يلي مباري جلال، نورت يا جلال. هاي